السلام عليكم خوت، كي دايرين الرياس؟ بخير. كما كتشوفوا اليوم جينا لهذا المسجد، هذا ها هو مسجد المحمديه حكم الريح راه مشد. جينا لهذا المسجد مدرك شويه على الريح. كاين معنا الرئيس يوسف. السلام عليكم. الرئيس اللي شفتوه معنا في واحد السفيره قديمه في سيدي عابد، اللي خرج معنا الصيد وصيد معنا، ولكن ما كانش عنده الماتيريال. وفهاد المده هذه من مورد السفيره ديالو بقى متبع مدرسه الصيد بالقصابه، وقرر انه غيشري ماتيريال. وعيط ليا، اتصل بيا، قال لي الرئيس عثمان راه بغيت نشري ماتيريال ونبدا نخرج معاكم. كما كتشوفوا الاخوان، مشينا شرينا ليه الماتيريال. مرضي كدير؟ لاباس عليك؟ بخير، كلشي على خير، صحيحة الحاج؟ لاباس عليك، شوية شوية كيكبر، صحيحة الحمد لله. باقي كيبان مرة هنا الحمد لله. خويا اش نقول لك، خاصنا واحد الدري باغي ياخذ ماتيريال، ولكن بان لي الزحام. الدري باغي ياخذ ماتيريال. داكور، واش موجود؟ مفهمة ماشي داكور. السبت انا راه كنجيش عندك، ولكن انت باش شوفوا شنو بغا. راك عارفني اش كنبغي. فين هما روا بياس؟ العادي عادية. عطي واحد 500 متر عادية. فين هي؟ نشوف صب. شي بيضة نشوفها كده. الله يرحم لك الوالدين. قاوش عندك؟ ولا شي موليني عاد؟ موليني عاد. حنا بغينا نصيدو ولا بغينا نتعلمو؟ عاد نصيدو. واش حنا باقي ما تعلمناش نصيدو؟ عطيه الله يسخر. الله يعاون. نتعلمو باش نصيدو. واش نشري موليني؟ الدري باقي يلاه قال بسم الله يشري موليني. ولا 50 وحده عربي ولا شي جوج. جوج ياك. ايه واشنو؟ شحال الثمن ديالها؟ الثمن زين. عطيه عمر لي. عطيه عمر لي. شوف عمر لي هذاك 40. 40 40 عمر لي بال 40 شي 30 و35. شي كيلو مخلط بين ندير شي جوج ولا ثلاثة ستين، شي ربعة ديال 30 صافي، ولا 10 ولا 5. كم الكيلو؟ مزيان الزروطه الريس. مزيان اخو. اللهم يسر. اللهم رجع عليك. خفيف شي بكيه ديال 13 بكيه ديال 16 الوالد شويه صحيح باقي كيبان هنا ولا موجود؟ الحمد لله. 16 اعطيني البواطه تاع الراكلوات اللي لداخل. راكلو؟ اه هذيك البواطه ديال الراكلوات ديال 15.
بواطة الرقلوات ديال 15 شي فلفل ماجي هلقا شي مقيس ديال الطفا مقيس ديال الطفا عندي انا رب المدرعة ديال بلاك مينو وهادي شي واحد يلقي في ليو كاربون الله يرحم لكم الوالدين الله يسهل عليكم سلم لي على الوالد دخلنا عليك بالله يلا الله يحفظك هاك شاف ديال لاماري شتي يلا السلام عليكم الله يرحم الوالدين شرينا الكسبة شرينا موليني خدينا شوية ديال الطعم ودابا راه غادي نتفضلوا نهضروا مع الرئيس يوسف علاش اختار انه يدخل لهاد الهواية ديال الصيد خويا يوسف الله يحفظك خويا الصيد زوين كيعلمك الصبر تيعلمك بزاف الحوايج وتفرجت في فيديوهات بزاف ديال مدرسة الصيد بالقصبة وعجبوني ميزابار الخرجات اللي كنا كنخرجوا مع بعضياتنا كأصدقاء وهذا ولكن دابا صافي غنتقررنا ان شاء الله غنتعلموا كل شيء غنوليو حتى حنا نمشيو للاخ فنير ونشوفوا داك الشيء ولكن حتى نتعلموا بعدا الله يعطيك الصحة باش اجي وكون ماشي اجي وكون رئيس تماما وبالنسبة لهذا الماتيريال هذا اللي شريتي اليوم راه كما شافوا الاخوان راه شريتي كل شيء تقريبا الماتيريال تقريبا خدينا داك الشيء اللي قلتي لي غادي يكفيني مدة على حساب شحال انا غادي نبغي نتريس من مرة موليني قصبة كلشي غادي نشوفو ان شاء الله بالديتاي عندنا هنايا لدون سنانر خوريدوري السبيب في الماجيك في الماجيك يعني المهم داكشي اللي غادي نحتاجوه بري ابيشي بري ابيشي من عند هذاك السيد صاحبك اللي كتبيع الدوزان اللي هو قاسم الشلوح معاه المصيد هذا الثمن هذا غيمشي يصيد وعلى حساب عاوتاني البلاصه فين غيصيد الليل ولا النهار وهذا اللي بغى يزيد شي حاجه من عنده راه مرحبا تماما والاخوان غنغتنموا حنا هذه الفرصه هذه ديال مدرسه الصيد بالقصبه وغنغتنموا الفرصه ديال الرئيس يوسف وغادي نعطيكم اكزومبل وامثله بالنسبه للاخوان اللي باغين يلاه يبداو الصيده ما كاينش هذه الفيديوهات عندنا في مدرسه الصيد بالقصبه بالنسبه للاخوان اللي يلاه يبداو الصيده منين غتاخذ الماتيريال من ا حتى لزد الماتيريال راه كما سمعتوا الثمن راه رخيص وكتكون موجود للصيده ودابا راه غادي تتبعوا معنا التعلم ديال الرئيس يوسف كامل في الفيديوهات كيفاش غيربط كيفاش غيدير السناره كيفاش غيطعم فين غيشحط كيفاش غيشحط هادشي كله اللي غادي يتعلموا السي يوسف راه نتوما غادي تعلموه معنا خليكم معنا